لكن أنا أشوف أن الرابح الأكبر الهلال. ليه؟ يعني الأسبوع الماضي اخترنا الرابح الأكبر بس العدالة، احنا عم نحكي هبوط وهروب. كيف يعني الكورة والدراما اللي صارت يعني آخر دقائق مع الفتح، ضربة جزاء للفتح لو سجلها وباقي يمكن 4-5 دقائق، يعني نقول بالكثير يمكن الهلال يتعادل أو يخسر. لو خسر الهلال كيف راح يكون الوضع الحين؟ ما بعرف. أنا بقول رابح أكبر الضمك والعدالة، لأنه أول شيء إنه فازوا والأربعة الفوقن خسروا مصطفى، يعني هن أنت بتقول المستفيد الأكبر، أنا ممكن أقول المستفيد الأكبر هو الشباب، الشباب لأنه دخل بالمرحلة بالفريق إنه الوحدة الفيصلي خسر والوحدة تعادل، ممكن يطلع الرابع ويطلع على الآسيوية، لأنه نحن هلا في عنا كأس خادم الحرمين في أبها والثلاثة الكبار اللي هن الأهلي فأنا برأيي الشباب هو المستفيد الأكبر والرابع الأكبر ضمك والعدالة. طيب الخاسر الأكبر اخترنا الاتحاد. ما في غيره. هو اتحاد باسمه بشعبيته جماهيريته بتاريخه، يعني صراحة قاعد يعاني ولازم تبهي نفسه، يعني الأمور إذا طافك الوقت وكذا بعدين حتى لو تبي تسترجع ما تقدر، عندهم فرصة الآن إنهم يداركون الوضع. أتفق. أنا هون بشوف إنه الفيحاء هو الخاص الأكبر، لأنه أول شيء دخل بالدوامة الهبوط وكان هو متفايز على الاتفاق 2-0 بالشوط الأول، لو طلت المباراة وخسر بالدقيقة 90 يعني كان متعادل، دخل أنا برأيي الفيحاء في هالمباراة دخل يعني ماشي. هو الخاسر الأكبر. مدرب الجولة، أنت بتحب المدربين؟ أنا الكابتن عطوي، هي ثالث مباراة على التوالي بيفوز، بس امبارح كمان بتحس حتى بتبديلاته الفريق وقت خسران 2-0 بتحس ثقته بالفريق، ثقته بلاعيبته، عنده كان غيابات كثير وفاز 3-2، بيستاهل مدرب الجولة. لاعب المرحلة السومة، يستاهل سومة، خصوصا أن سجل مباراة هدفين في ديربي مع أن السومة الموسم هذا ليس السومة موسم السابق أو المواسم السابقة، لكن لحد الآن بصمته في كل مباراة، الآن هو ثالث الهدافين، ممكن بعد نهاية الدوري تشوفه هو متصدر الهدافين.